كابتن وليد، مع التغييرات اللي حصلت للآلي في الشوط الثاني، كيف تقيمها؟ وهل ده ذكاء من كولر بمسألة تجديد الدماء بتغييرات دفعة واحدة، وبالتالي يدي لك انطباع ان الاهلي موزع مجهوده على المباراه، فما تحسش ان في لعيب في الاهلي لا تعبان ولا زهقان ولا بدنيا واقع ولا الفرقه فاقده الشغف؟ يعني انا شايفهم ال 90 دقيقه عايزين يجيبوا جوان. مليون في الميه. احنا قلنا قبل المباراه ان كل مدير فني بيبقى عنده عده اهداف من كل مباراه. قلنا ان النادي الاهلي هيحتاج بعد كده ان يكون عنده رفاهيه ان هو ممكن يتعثر في مباراه او مباراتين في الدوري لما يدخل في المواجهات الافريقيه الصعبه. أي. فبالتالي هو مستر كولر حاسب ان المباراه دي والمباراه اللي بعديها اللي هي فيوتشر ومباراه بيراميدز، في اربع خمس مباريات النادي الاهلي داخل عليهم يحسموا بشكل كبير مسيره النادي الاهلي في بدايه. بص الجون ده طبعا. احنا بقى ايه شغل الاستوديو التحليلي 16 ثانيه طبعا، 12 ثانيه بالظبط الاهلي بيجيب الجول ده طبعا، والهدف ده اتكرر بشكل متكرر. ودي واحده جت وفي اتنين تلاته ما جوش، يعني لسه هنتكلم فيهم بعدين. لكن بيرسي تاو نزل في الدقيقه 73 بيلعب ربع ساعه بيعمل جون وبيضيع ثلاث انفرادات. الوقت الزمني ده ال 12 ثانيه ان الاهلي يعمل فيها كاونتر اتاك، اعتقد انه ده برضو من ضمن الامور الايجابيه اللي بتحصل. وبتعد عدد اللمسات وعدد اللمسات اللعيبه المهاجمين. بص عدد المهاجمين اكتر من المدافعين. دي اللي انا بقول لك عليها. فكره التحولات من الدفاع للهجوم في اقل زمن وفي اقل عدد من اللمسات. بس هنا شريف حاجه متكرره انه برضو بيقع في الاوفسايد، لازم يظبط التايمنج هو وبيرسي تاو وحسين الشحات. لكن النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه في الكوره، اخترق بكل الاشكال، صوب على المرمى، راح واحد ضد واحد، راح مهارات فرديه، عمل كرات ثابته بشكل كويس جدا، نسبه الاستحواذ 70%، عدد كبير جدا. كابتن عبد الباقي جمال لعب 5-4-1 الشوط الاول، كان عنده حاجه من اتنين، يا يفتح الجيم ويلعب على ريسك عالي جدا ودي هتبقى مشكله كبيره، يا اما يقفل الجيم وكان يتمنى انه يطلع بين الشوطين 0-0. النادي الاهلي الهدف الاول فتح الجيم، راح النادي الاهلي بفرص كتير، وتبقى مشكله ضياع الفرص. امتى النادي الاهلي يقدر يكسب 5 و6 و7؟ كان يقدر يعمل كده في مباراه الهلال وكان يقدر يعمل كده النهارده.